لا ده زي ما حضراتكم فاكرين يعني. فبالنسبه لهم اللي حصل في 25 يناير ان دي كانت ثوره شعبيه بطوليه ضد النظام. يعني طب احنا كشعب مش من حقنا يكون لنا راي في حاجه؟ يعني هم كده بيعملوا لهم عايزين يعملوا باعوا الدلتا تمام اجروا سينا اوكي، يعني احنا ما بنتكلمش مش من حقنا نقول راينا؟ لا قلنا راينا الى اخره. فريق 30 يونيو شايف انه اللي حصل في 25 يناير ل 11 فبراير مؤامره نكسه لتدمير مصر، مؤامره ضخمه، العالم تآمر على مصر وراحوا اوروبا تعلموا يعني جين شارب وازاي يعملوا ديس اوبيدينس اللي هو العصيان المدني وازاي يفجروا مش عارف ايه ويحرقوا الايه ويضربوا ايه وموتوا ايه، يعني في مؤامره كانت على مصر تفتتها وتدميرها زي اليمن وزي ليبيا وزي سوريا فبالتالي مصيبه سودة حلت على البلد 25 يناير نكسجيه، بعضهم متآمر بعضهم عبيط بعضهم ساذج بعضهم حالم، انما هم على بعضهم كده شويه ناس بتكره البلد دي. و25 يناير 11 فبراير اسوأ ايام شافتها مصر المعاصره. فريق 30 يونيو شايفين كده، هي دي كده اللي احنا بعد كده بنسميها نفسهم قلنا عليهم الفلول، والفلول مش شتيمه يعني، مش معنى كلمه فلول شتيمه، وانما هم الناس اللي كانت بتؤيد نظام مبارك فهم فلول نظام مبارك، والفلول مش كلمه معيبه يعني. طب فريق 55 بقى اللي هم الناس اللي ايدت 25 وايدت 30، طب ايه شايفين الموضوع ازاي؟ قال لك لا هي ثوره شعبيه، فعلا ثوره كانت حقا وصدقا من اجل مصلحه البلد، انما ثوره لم تكتمل لانه الاخوان الفريق الاكثر تنظيما اختطفها، فبقينا استبدلنا مصيبه بكارثه، مصيبه اللي هو نظام مبارك بكارثه اللي هو نظام الاخوان. عشان كده احنا اللي هم فريق 55 احنا ثرنا، احنا قابلنا الثورتين، الاولانيه ضد نظام مبارك والثانيه ضد نظام الاخوان. طب مين هم ابطال المشهد ده من وجهه نظر الثلاث فرق؟ فريق 25 يناير فقط اللي هو شايفين 25 يناير هي الثورة الحقيقية وما دونها ومصايب وكوارث وكده، شايفين ان الابطال كان هم الشباب والحاضنة الاجتماعية المؤيدة لهم، الشباب اللي هم خرجوا طلبوا ان احنا ننزل استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ننزل الشوارع والاخر، وكان في بعض الناس الكبار خرجوا معهم وايدوهم، وكان الناس دي بيحتفى بيها باعتبار ان هم رموز المعارضة، الناس اللي عرضت او اللي انسحبت من انتخابات 2010 ورفضت انها تشارك ما بين قوسين في التمثيلية اللي اسمها كده، ورفضوا استزادة الحزب الوطني والى اخره، وعايز يعملوا برلمان موازي وشوية الكلام ده بيبقى فيهم الاخوان طبعا. طيب فريق 30 يونيو شايفين مين الابطال اللي كانوا في 30 يونيو؟ في 30 يونيو بس شايفين الجيش والشرطه. الشعب طالب بوضوح انما الجيش والشرطه هما من لبيا النداء، وبالتالي هي ثوره ضد 25 يناير مش مكمله ل 25 يناير، وبالتالي ابطال 25 يناير من وجهه نظر فريق 30 يونيو بس هما اعداء 30 يونيو، وان الثوره دي كانت مع شويه ثورجيه ومعهم شويه اخوانجيه كلهم متامرين ضد البلد. ف 30 يونيو زي 73 بعد 67 بالنسبه لفريق 30 يونيو، 67 النكسه و 73 هي التحرير. فمن وجهه نظرهم ان الشرطه والجيش استجابا لاراده الشعب وحررتا كجيش وشرطه مصر، ولا حررا كجيش وشرطه مصر من النكسجيه والاخوانجيه. في فريق ثالث اللي هو فريق 55 بيقول لك لا الشباب كانوا ضد مبارك والفلول ضد الاخوان، يعني الابطال مش بطل واحد، في شباب كانوا ضد مبارك وكتير منهم اللي هم غير الاخوان نزلوا ضد الاخوان مع الفلول جنبا الى جنب ضد الاخوان في 30 يونيو. اذا فهي ثوره مركبه، وده يعني جزء من ده تلاقي ايه ثوره 25 شرطه 30 25 يناير شرطه 30 يونيو اللي مكتوب في الدستور، لكنها ثورة واحدة ضد رموز الفترة السابقة سواء الإخوان أو نظام مبارك. طب من هم الجناة من وجهة نظر كل فريق؟ مين طب مين بقى اللي كان غلطان وإحنا ثورنا ضده؟ فريق 25 يناير شايف إنه في 25 يناير هم ثاروا ضد نظام مبارك والشرطة اللي كانت بتعذب الناس وتعاقب الناس وإلى آخره. فهو نظام اللي هو مبارك والحزب الوطني ومجلس الشعب اللي كان حاجة و90% منه حزب وطني، ومجلس الشيوخ كان مجلس الشورى كان ساعتها كله حزب وطني، يعني
رموز الدولة اللي كانت في عهد مبارك، بالإضافة إلى الشرطة اللي وقفت ضد الثورة. هنقول إن الكلام ده يعني اتغير لاحقا. طيب فريق 30 يونيو شايفين مين الجناة، مين اللي كان عامل المصيبة دي؟ الإخوان والثوار والغرب. الإخوان الإخوانجية يعني، والثورجية اللي عايزين يدمروا مصر ويدمروا مؤسساتها وإلى آخره، والغرب اللي تآمر على مصر واللي كان عايز مصر يكون مصيرها كمصير ليبيا والعراق وسوريا واليمن والكلام ده. فدول مع بعض الثلاثي ده أراد تضمير مصر. أوباما بقى وهيلاري كلينتون والكلام اللي قبل كده عن الشرق الأوسط الكبير، فبالنسبة لهم فريق 30 يونيو شايف انه من جنى في حق مصر هم من ثار على نظام مبارك بالتعاون بالتمويل وبالتدريب وبالتفكير والتنظيم والتخطيط من الغرب. طيب فريق 55 اللي هو بيؤيد او اللي شايف ثورة 25 يناير باعتبار انها حدث ايجابي، و30 يونيو ايجابي برضو، شايف المشكلة فين؟ قال لك المشكلة في حالتين الاخوات. يعني هو شايف انه الجناه هم الاخوان، لانه الاخوان ركبوا على 25 يناير فضيعوا العمل العظيم ما بين قوسين اللي اسمه 25 يناير واختطفوه، عشان كده احنا عملنا ضدهم 30 يونيو. فمين اللي اخطا؟ مش الثوار العاديين، لا، اللي اخطا هم الاخوان اللي قفزوا على الثوره ونكثوا بوعودهم بان هما مش هيرشحوا للاغلبيه، مش هيسيطروا على مجلس الشعب، ومش هيرشحوا حد للرئاسه. ولو كان